لنقاش وتحليل آخر مستجدات ثورة تشرين لنهار اليوم. يحضر معنا في استوديو رافدين الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم. مرحبا تحياتي. أستاذ شاهو، بعد مرور أكثر من شهرين على ثورة تشرين وإصرار الشباب على الاستمرار، إلى أي مدى يعني هذا الإصرار بريق الأمل الذي يتمسك به الشباب للتغيير الحقيقي وليس الجزئي مثل ما تريد الحكومة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة شهرين ونصف مستمر المظاهرات وتتوسع أكثر، رغم أعداد الضحايا التي وصلت إلى أكثر من 500 شخص و 20 ألف جريح، ولكن أنا أعتقد أنه إلى الآن المظاهرات حققت أشياء كبيرة لم يكن يتصور أن يتحقق بهذه الفترة الوجيزة خلال 16 عام. حققت وعي كبير وإدراك كبير لدى الشعب، وأنهت موضوع الطائفية، ووحدت كافة الشرائح المجتمع التي تدعم المظاهرات الآن بكل قوة، وأنهت الانقسامات الموجودة التي كانت إحدى نتائج الفساد وإحدى نتائج السياسات الممنهجة من قبل الأحزاب الفاسدة. في الحقيقة الآن المواطن شعر أنه يتعامل مع دولة رسمية ودولة عميقة. الدولة العميقة لديها قوات وأسلحة وميليشيات أكثر من الدولة الرسمية. شعر أن هناك تناقض بين الخطاب الرسمي الذي يؤيد المظاهرات وبين التعامل الفعلي الوحشي الذي يقمع المظاهرات، وبالتالي أدرك أنه حتى لو توقف اليوم عن المظاهرات، غدا لن ينتهي الميليشيات، غدا لن ينتهي الكواتم، ولن ينتهي الاغتيالات، ولن ينتهي التدخل الإيراني. بالعكس، الشعب يدرك أنه حتى لو أعلن خيار إنهاء التظاهرات، سيكون هناك حملة قمعية انتقامية لكل من شارك في المظاهرات أو وقف ضد الأحزاب الإيرانية أو وقف ضد النفوذ الإيراني. وبالتالي يعتقد الجميع أن هذه الفرصة الأخيرة، وبما أنه تم تحقيق جزء من مطالبهم عن طريق استقالة عبد المهدي، فمن الممكن أن يتم تحقيق باقي المطالب عن طريق الإصرار والاستمرار في المطالبة بحقوقهم، ولا سيما أن شريحة مهمة من الشعب العراقي انضمت بزخم أكبر خلال الفترة الماضية، وهي في شريحة الطلاب الجامعات والثانويات، وهذا أعطى كما قلنا زخما كبيرا للثورة، وربما يكون مستقبل هذه الثورة مرتبطا بحضور الشباب فيها خلال الفترة القادمة. بلا شك هذه الشريحة مهم جدا، ونحن إذا قمنا بالنظر إلى أسباب الفساد والتخلف في العراق، نرى أن درجة البطالة ارتفعت كثيرا في السنوات الماضية، وبالتالي الشاب أو الطالب يشعر بأنه حتى لو استمر في الدراسة، غدا سيكون عاطلا عن العمل، وسيكون في يزيد من أرقام البطالة في المجتمع، ولا يفيد المجتمع، ولا يوجد فرصة عمل. وبالتالي هذه الشريحة أيضا لديها وعي، الآن تخرج في المظاهرات، رغم أن القيادات السياسية حذرت من توقف العملية التعليمية وبأنه سوف يؤثر على مستقبل البلاد، ولكن أيضا في حال استمرارهم في الدراسة لا يوجد فرص عمل. وبالتالي هذه الشريحة، وخاصة أن الشباب هم الشريحة الأكبر والأكثر وعيا داخل المجتمع، وبالتالي بإمكانهم إقناع باقي الشرائح للمشاركة، وأيضا مشاركاتهم لا يقتصر عن المظاهرات والاحتجاج في الشارع، بل إيقاف العملية التدريسية وإرسال رسالة واضحة إلى الدولة بأنه لا يمكن الاستمرار في التدريس والتعليم في حال لم يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وخاصة المظاهرات أو النشاطات التي خرجت في جامعات بغداد والبصرة وكربلاء كانت ترفع نفس الشعارات التي ترفع في ساحة التحرير، وبالتالي هي أيضا تصر على تحقيق هذه المطالب التي رفعت في ساحة التحرير، وهي تشعر أن تحقيق هذه المطالب سوف تؤثر بشكل مباشر عليها وعلى شريحة الطلاب، وبالتالي لا يوجد انقسام بين شرائح المجتمع، يعني كل طرف يشعر أنه مغبون، وكل طرف يشعر أن تحقيق أهداف الثورة في ساحة التحرير ومطالب ساحة التحرير سوف يؤثر على كل الشرائح، وسوف يكون شيء إيجابي لكل أطياف المجتمع. على غرار التظاهر السلمي وهذه الشعارات، كان هنالك إضرابات، كان هنالك عصيان مدني، برأيكم ما هي السبل الممكنة يلجأ إليها المتظاهرين لمواجهة القمع الحكومي وهذا التعنت في التعامل مع الثورة؟
بلا شك خيار التظاهرات رأينا قمعا شديدا لها، وبالتالي يجب أن يكون هناك وسائل أخرى يعني يتم التعامل عن طريقها مع هذه الحكومة، وهي العصيان المدني وأيضا الإضراب. وهذه الأدوات من الممكن أن تزيد من تكلفة عدم التغيير، يعني أن يشعر صانع القرار أنه إذا لم يحصل تغيير سيكون التكلفة أكبر من حصول التغيير، وبالتالي يلجأ إلى إحداث التغيير. وهذه الوسائل وسائل بسيطة ووسائل ممكنة ووسائل يستطيع كل مواطن أن يقوم بها، وخاصة الذي لديه وظائف والذي لديه تعليم ويشارك في التعليم، بإمكانهم التنوع وتنويع وسائل التعبير عن الغضب والتعبير عن آرائهم، ولا يختصر فقط على المظاهرات، لأنه رأينا أن المظاهرات من الممكن للسلطة أن تعول على تجميع المواطنين في مكان معين، وتعول على فترة زمنية بأنهم سوف يملون ويعودون إلى منازلهم، وبالتالي لا تخشى من اجتماع المواطنين في ساحة معينة. ولكن إذا توسعت وسائل التعبير عن الرأي إلى الإضراب وإلى الاعتصام وإلى عدم الذهاب إلى الدوام، هنا يشعر السلطة بأن تكلفة عدم التغيير أصبح عاليا، وسوف يكون ضغط آخر، عامل ضغط آخر على الحكومة وعلى الأجهزة المؤسسات الرسمية حتى يتبنوا التغيير، حتى لو كان استجابة لشريحة وليس كافة شرائح المجتمع. في المقابل كما تعرف أستاذ شاهو، الحكومة تبنت منذ اللحظة الأولى الحل الأمني في التعامل مع المظاهرات والمتظاهرين، لكن دخل على الخط سياسة الاغتيالات مؤخرا، اغتيال الناشطين بشكل واضح ودون حراك من الأجهزة الحكومية للأسف تجاه هذه العمليات التي يتم من خلالها اغتيال الناشطين، وفي جزء آخر يتم اختطافهم وتغييبهم عن المشهد العراقي الحالي. ما أثر ذلك على مسار الثورة؟ صراحة قبل قليل محلل إيراني قال أن الحكومة العراقية هي التي طلبت الدعم من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري لإدارة أزمة المظاهرات وأيضا لتسوية موضوع الحكومة. أنا أتوقع أن هناك تنسيق واضح بين الحكومة والميليشيات في هذا القمع الذي يجري الآن، لأنه بدليل بسيط، يعني الكل يستطيع أن يفهم هذه المعادلة. قبل أيام الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 شخصيات بتهمة قمع المظاهرات، واليوم عادل عبد المهدي يدين القرار الأمريكي ولا يدين تصرف الميليشيات، والذي تم إثباته بالأدلة أنها متورطة في قمع وقتل الناشطين والمواطنين. الحكومة تتبنى الموقف الميليشياوي بدل أن تتبنى موقفا مساندا للمواطنين وتفتح تحقيق وتدعم القضاء في التحقيق في هذا الأمر، ولكنها تدين هذا الأمر، ربما لأنها جزء من المشكلة. هنا المشكلة الرئيسية أن الحكومة، الأجهزة الأمنية لم تعد أجهزة حتى حيادية، يعني لا نريد أن تكون مع المواطنين، تكون حيادية وتبحث عن الجاني. إلى الآن لم تقدم أي متهم بقتل المتظاهرين رغم أن العداد وصل إلى 500 شخص، وبالتالي هذا يؤكد أن هناك تواطؤ حكومي وأيضا هناك عجز. يعني نحن نعلم أن هناك أشخاص داخل الجيش وداخل المنظومة الأمنية للشرطة منزعجون من هذا الأمر، ولكن لا ليس بإمكانهم التدخل، لأن سطوة الميليشيات، الجميع يعلم قوة الميليشيات، استخبارات الميليشيات قوية، القوى القمعية، اغتيالات، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تواجه هذه الميليشيات التي تدربت وتجهزت خلال السنوات الماضية وأخذت من تمويل الدولة وأيضا السلاح من الدولة. نعم. الآن تتمرد على الدولة، لكن رغم ذلك أن هنالك الكثير من الإدانات الدولية، كيف يمكن اللعب بشكل صحيح بهذه الورقة وعلى الأقل الضغط على المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين السلميين؟ بلا شك منذ اليوم الأول قلنا لا يمكن التعويل على أي مؤسسة قضائية أو حكومية داخل العراق لتحقيق الحقوق أو للحصول على الحقوق أو لمعاقبة الميليشيات. لا يوجد أي سلطة داخلية في العراق من الممكن أن يتبنى هذا الموضوع، وبالتالي هذا يفرض على المواطنين في العراق والمتظاهرين وخاصة المنظمات يعني المؤسسات المجتمع المدني بأن يخاطبوا الجهات الدولية ويقدموا كافة المستندات والوثائق التي تثبت مشاركة الميليشيات وقادتهم في العمليات القمعية، وبالتالي يجب أن ننتظر التدخل الخارجي والتي جاءت عن طريق العقوبات الأمريكية، وهي قائمة ليست القائمة الوحيدة، قائمة سوف تستمر وسوف يكون هناك أسماء أخرى. وأيضا إذا نظرنا هم شخصوا الشخصيات الميليشياوية المتورطة بالفساد والاغتيالات، وبالتالي
الموضوع الدولي والتعويل على الجهات الدولية أهم بكثير من التعويل على أي جهة داخلية، وهذا مهمة المنظمات الداخلية داخل العراق حتى يخاطبوا ويتم توثيق كل شخصية ميليشياوية وكل عصابة إجرامية يعني تورطت في قتل المتظاهرين. نعم. لأن هذا الأمر مهم مستقبلا، ولا يمكن أن ينقذوا أنفسهم من المحاسبة والمعاقبة سواء داخليا أو دوليا. شكرا لك الأستاذ شاهر القرداغي الباحث في الشأن العراقي. شكرا.